وكريم يحيى من اللعيبه الباك رايت اللي انا دايما بقول لحضراتكم افتكروا دايما الاسم ده. كريم يحيى من اللعيبه المميزه اللي هيكون لي مستقبل ان شاء الله في النادي الاهلي لما يرجع ان شاء الله من العاره بتاعت سموحه. معانا على الهاتف دلوقتي كريم يحيى. ازيك يا كريم؟ ازيك يا استاذ اسامه، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. حضرتك وبرنامج حضرتك طبعا، وحضرتك ده متالق كده. ربنا يخليك يا كريم، احنا يعني سعيد بالعاره بتاعتك اللي تمت في يناير. انت من اللعيبه المميزه، دايما كنا بنثني عليك هنا في ملعب الاشبال ودايما في برنامج الاشبال. كلمنا بقى، انت رحت عاره مع الكابتن عادل عبد الرحمن، رحيل الكابتن عادل عبد الرحمن، وكنت بتلعب معاه اساسي، دلوقتي قدوم الكابتن حسام حسن. قول لي بقى الاجواء ايه مع الكابتن حسام مبدئيا يا كريم؟ لا طبعا، كابتن حسام مدرب كبير طبعا، وجاي بيكمل شغل كابتن عادل طبعا، ماشي معانا يعني فتره كويسه يعني، ان شاء الله يعمل معانا يعني، واحنا كمان نساعده ان احنا ان شاء الله نرجع يعني زي الاول ان شاء الله. قول لي بقى طموحاتك ايه يا كريم، خاصه ان دي اول تجربه ليك بعد الانتقال من فريق شباب الاهلي الى الدوري الممتاز، وتجربه جديده اكيد، تجربه قويه كمان مع فريق محترم فريق سموحه. طموحاتك ايه مع فريق سموحه كريم؟ اه طبعا يا كابتن، طموحاتي طبعا مع فريق سموحه ان احنا نرجع نكسب تاني زي الاول، ونبقى في مركز كويس، وطبعا ان انا ارجع بيت تاني، نفسي ارجع بيت ان شاء الله. نفسك ترجع تاني النادي الاهلي؟ اه طبعا، انا طالع عارة ان شاء الله عشان نفسي ارجع النادي الاهلي. يعني ده من ضمن اهدافك ولو اولوياتك يا كريم؟ ده اول هدف طبعا. طيب عينك برضو على منتخب مصر الاولمبي، خاصه انت مواليد 98 مظبوط كده صح؟ ليك منتخب مصر اولمبي، يعني عمار حمدي ما شاء الله كان معاكم في الملعب، دلوقتي راح منتخب مصر الاولمبي وراح منتخب مصر الاول، برضه طموحاتك كلمنا، يعني نفسك تروح منتخب مصر؟ تمام، انا رحت منتخب الاولمبي الحمد لله. طب كويس، يعني انت موجود في منتخب الاولمبي؟ اه الحمد لله يعني. طيب بس عندي اصابه بس جيت معاك. طيب تمام. اتمنى لك ان شاء الله التوفيق يا كريم، يعني وترجع بيتك تاني النادي الاهلي ان شاء الله السنه الجايه، وتنضم كمان لمنتخب مصر الاول، وتنضم لمنتخب مصر الاولمبي، انت فعلا يعني خامه مبشره ولاعيب ان شاء الله يكون ليك مستقبل كبير من على النادي الاهلي. كريم يحيى لاعب النادي الاهلي والمعار الى فريق سموحه، شكرا جزيلا لك.